إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يا شيخ يعني أنت والله جاي تكلمنا على التوحيد اليوم؟ أنا بعرف يعني اليوم الناس بتقول لك يا عم تكلمنا على التوحيد، احنا بنعرف أن لا إله إلا الله، وإلا بما ذبحنا إخواننا المسلمين؟ ما أنت عارف يا شيخ أننا نعلم لا إله إلا الله حتى قتلنا أهلها، مش هذا هو المعنى؟ اليوم الفرق والأحزاب الذين يعلمونها كلها أليسوا هم من قتلوا أهلها؟ حين أتيت البيت أقول لأخي نظرت في الكتاب يعني عاجلا فرأيت آية، ليس نظري كان عاجلا، يعني رأيت الآية فجلت عاجلا أرى هل لها مثل له، أن الله قال اسمع ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع الجزاء والوعيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم أرى في الكتاب إذ مررت عاجلا لم أرى لها مثيلة، وعيدا مثيلة لم أرى، ولا في الشرك. شر العمل الشرك، أوعد الوعيد في الكتاب ما سمعتم. أخوان اسمع هات هاي قارئ وهي قارئ، إذا يعني وقفتم على آية هيتوني بها أصوب نفسي شيء تذكروا. اسمع سمعت الآية، يعني أوعد المشركين ما أوعدهم خالدين فيها أبدا، إنما جمع الخلود واللعنة والغضب والعذاب العظيم في جهنم. وهذه لمين تكون؟ مسلم أو كافر كل واحد، يعني لو قتل المسلم المسلمة هو فيها، حتى قال نبي الله عليه الصلاة والسلام أبى الله علي، ماذا يعني؟ يعني استشفعت حاولت أبى، أبى الله علي في من أشرك بالله وفي من قتل مؤمنه. كأن الله يقول للنبي لا تسألني، لا تسألني في هذا، علمنا في من أشرك بالله علمنا، طيب في الثاني بلح كما قال عليه الصلاة والسلام اللي قتل مؤمنه.